وتستعد العاصمة الهندية نيودلهي استضافة اجتماعات رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين في دورتها 18 على مدار يومي هم يومين 9 و10 من الشهر الجاري، وذلك لبحث قضايا الاقتصاد العالمي إلى جانب قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والبيئة وأولويات بلدان الجنوب. وقد وجهت الهند في وقت سابق من هذا العام الدعوة لمصر لتكون ضيف الشرف الرئيسي لهذه الدورة، بالإضافة إلى دول أخرى من بينها الإمارات ونيجيريا وإسبانيا وسنغافورة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد القمة بالعاصمة الهندية نيودلهي موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، يعني أهم الاستعدادات في نيودلهي قبيل انعقاد قمة العشرين ووجود مصر كضيف شرف في هذه القمة. نعم، في الواقع أنهت العاصمة الهندية نيودلهي كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة الدورة 18 من دورات انعقاد مجموعة الدول العشرين في هذه القمة التي تأتي تحت شعار أرض واحدة عائلة واحدة ومستقبل واحد. هذه الاستعدادات سواء اللوجستية التي تتعلق بنشر أكثر من 130 ألف فرد من أفراد قوات الجيش والشرطة في محيط العاصمة نيودلهي وفي محيط قاعات اجتماعات الاجتماعات الخاصة بمجموعة الدول العشرين، أو فيما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية التي تتعلق باستضافة هذا العدد الضخم من رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين ومرافقيهم، بالإضافة أيضا إلى منظمات أخرى مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأيضا منظمات أممية وإقليمية أخرى. نحن نتحدث الآن من المركز الصحفي الذي عدته العاصمة لاستقبال هذه الاجتماعات. أكثر من 3600 صحفي من كل دول العالم تم تسجيلهم لتغطية هذه الاجتماعات الهامة، بالإضافة أيضا لاستعدادات لوجستية أخرى في محيط هذه القاعات وأيضا داخل هذه القاعات. هذا الشعار الهام الذي اتخذته الهند ليكون شعار هذه الدورة يعكس بوضوح أهمية هذه الاجتماعات في مناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا العالمية التي تتعلق بالأساس بالاقتصاد العالمي وعمليات التنمية المستدامة، التغيرات المناخية، الأمن الغذائي، البيئة، بالإضافة أيضا إلى أجندة متخمة من القضايا والملفات الأخرى التي تتعلق بالتطورات السياسية التي تحظى باهتمام دول العالم في مقدمتها التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا عدد آخر من الملفات المرتبطة ارتباط وثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها دول عدة. في النهاية تسعى هذه القمة لوضع خارطة طريق جديدة وتشكل مسار جديد للاقتصاد العالمي في الوقت الراهن الذي يواجه الاقتصاد العالمي في كل دول العالم وتحديدا في دول هذه المجموعة تحديات، سواء تحديات جيوسياسية أو تحديات عسكرية وأمنية وأيضا تحديات اقتصادية وتنموية. من مصادر مطلعة ومقربة من سير الاجتماعات التحضيرية لهذه الاجتماعات على مستوى الرؤساء والقادة، هناك دعم قوي من قبل الدولة المضيفة دولة الهند لمنح عضوية أو موافقة دول المجموعة على منح عضوية كاملة للاتحاد الإفريقي بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي عضو المجموعة بالفعل، وذلك نظرا لما تتمتع به القارة الإفريقية من ثروات طبيعية وبشرية هائلة من شأنها تحديد مسارات الاقتصاد العالمي بالتعاون مع الدول العظمى أعضاء هذه المجموعة في المرحلة المقبلة. ربما ما يؤكد هذه الأنباء التي وردت عن هذه المصادر المطلعة تصريح أخير لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان بالأمس تحديدا عندما قال أنه لن تنجح أي خطط اقتصادية عالمية شاملة دون الاستماع وتمثيل صوت القارة الإفريقية، في إشارة إلى دعم بلاده لمنح هذه العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي. مصر هي ضيف الشرف الرئيسي لاجتماعات هذه المجموعة في دورتها انطلاقا من القوة الاقتصادية الهائلة ومساهمتها في تحديد رؤى شاملة تسعى إلى وضع حلول لكل المشكلات الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن، وأيضا تمثل دول الجنوب ودول القارة السمراء تحديدا، خاصة ما إذا علمنا أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد، العضو في هذه المجموعة، بالإضافة أيضا إلى الاستماع إلى وجهة وتقديرات وجهة السياسة الخارجية المصرية وتقديرات القيادة السياسية المصرية حيال
حيال عدد كبير من هذه التحديات سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي والعسكري. حضور مصر قوي سوف يكون خلال هذه الاجتماعات من خلال هذه المشاركة المصرية الفاعلة، وأيضا من خلال عدد كبير من الاتصالات التي تمت خلال هذا العام، وهو الذي ترأست فيه الهند هذه الاجتماعات على كافة المستويات المعنية سواء كبار المسؤولين أو الوزراء المعنيين. كان هناك اشتباك وتفاعل من السياسة الخارجية المصرية مع هذه الجهود المبذولة من دولة الهند تحديدا ومن سكرتارية وأمانة هذه المجموعة للتعاطي والتفاعل مع كل هذه التحديات التي سوف تكون مطروحة وبقوة على أجندة عمل القادة والرؤساء المجتمعين في هذه القمة خلال يومي السبت والأحد 9 و10 من الشهر الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي. نعم، أشكرك جزيل الشكر علاء رشوان على كل هذه المعلومات الوافية. كنت معنا مباشرة من العاصمة الهندية نيودلهي حيث اجتماع رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين.